الأماكن في مصر. من أكتر من 30 ساعة سكان مدينة نصر محرومين تماما من المياه، مفيش مياه في الحنفيات، مفيش مياه على الإطلاق مدة يومين، أكتر من يومين حتى الآن، بتيجي وبتروح في بعض المناطق على استحياء، بعض المناطق حتى الآن لم تصل إليها المياه لغاية دلوقتي، يمكن فترة طويلة غير مسبوقة. شكاوى كتيرة تم تسجيلها في هذا السياق، واحنا بنحاول ان احنا نستقصي ليه المايه اتقطعت وهترجع امتى وايه السبب في هذا الانقطاع الطويل وهيتكرر ولا لا. معانا على الهاتف السيد محي الصرفي المتحدث باسم الشركه القابضه للمياه، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني اعتقد ان سكان مدينه نصر يستحقوا اجابه، لان ليه افتقدوا المايه طول هذه الفتره الطويله 30 ساعه؟ هو يا فندم احنا كان حاصل عندنا عطل في رافع زهراء المعادي، عطل متتالي ده ادى ل ان في رفع بالكامل حصل في تسرب المياه. الرفع ده كان حصل الساعه 2 وربع صباح او فجر يوم السبت يا فندم. حضرتك يا فندم طبعا الرفع دوت بيغذي في حوالي 12 طرمبه بتغذي بتدخلي الميه لمدينه نصر وللمقطم. طب فندم يعني هل العطل يعني عاده لما بيكون في تصليح او اعمال صيانه في العادي الهيئه بتعلن هينقطع الميه من كذا لكذا؟ واحنا اعلنا يا فندم الصبحيه على طول اعلنا ان في حصل عطل في الرافع وان الميه هتتقطع يتم الاتصال بيها. انتوا اعلنتم بعد الميه فعلا ما اتقطعت يا فندم في اغلب الاحوال. استاذ محي طب انقطع الاتصال، بنحاول ان احنا نرجع له تاني. المعلومات المتاحه اللي احنا هنتاكد منها كمان من الاستاذ محي الصرفي ان بعض المسؤولين احيلوا للتحقيق، هل ده بيعني ان في مثلا ممكن تكون محاوله عمديه مثلا من قبل البعض زي ما كان بيحصل مرات في او كان بيناقش بالنسبه لمرفق الكهرباء؟ هل كان اصلاح العطل ياخذ كل هذا الوقت 30 ساعه؟ هل ما فيش خطوط احتياطيه باك اب زي ما ممكن نقول بالنسبه لخدمه الميه لما يتم قطعها؟ ازاي ممكن منطقه واسعه كلها يتم الاعتماد فيها على محطه واحده؟ لو رجع لنا الاستاذ محي الصرفي ان شاء الله نحصل على اجابه.